يعني انتخابات مفروض كان تؤجل على اساس الناخبين الناس ذاته، حتى الناخب الساعة ما بيعرف انه في انتخابات، لكن ما بيعرف البرامج بتاعت الناس دي الثانيين قاموا باشوي. عايزين ياسر ارمان يرجع عشان يجي يستعيد ويعود مسيرته ليواصل في انتخابات الرئاسة الجمهورية، لأنه هو قد تم اختياره من الشعب السوداني. نحن كشباب كلنا مع بعض يعني ما أتاحت لنا الفرصة من قبل 24 سنة إننا نصوت في الانتخابات، وما دام الفرصة هسه جاتنا ونتمنى إنه كل شاب وكل شابة يصوت في الانتخابات لصنع مستقبل باهر لينا ولجيل الجاي كله. السلام مربوط بالانتخابات دي ومربوط بسكتة لجنوب السودان، ودي بتدي المواطن حريته يقول رايه الكامل